الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، والقائمين بالقسط من الناس الداعين إلى الثبات والاستقامة على الدين الذي ارتضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إلهي أنكم هدينا سبحانه وتعالى أسقى مذن إله مهديه حمد أن أمانين الدنيا آخرة وعلى سوكو بكرين أيوم مذن إلهي سبحانه وتعالى فله الحمد في الأولى والآخرة. أنت كذب وحال ما هذا علينا ولماذا أن بركيسن وقت جود قيمة قبل النهو ري وهل كان يسوي مت وكوكا هاي الشيخ الحبيب صاحب كيجا ولا الكيجا يجوين لأنه سكر مرة البحر لها ما يليت سوى برادة شخصي عيد راجع سيدو كلاش عبد القادر شيخنا الله بركيه شيخ محمود الشبلي وقدال مقصو قاري دونا يو إمام كينا إمام يحيى بارك الله فيه قاري قاد وتقنان لأن يردا هي أصحابتا وددا ليبانتا هي بدبادتا وذيقا ويها عبد غني يرقى صاحب بدي سيلا شغي رضوان محمد رشيد عبد الرحمن هي عبد الغني كل إله سبحانه وتعالى وحان أغبرينا إنه إله سبحانه وتعالى أجر على سوكو بكارين كسيو فدقا قيمة قبلا هي حفلة وانا أكسن أي أسوى قبتين مناسبة بركيسا مناسبة لغو فرايو دار المعرفة مركز كأن رجينا إنه إله سبحانه وتعالى علم بدن ينور بدنك كأنه أو الشيخ إنه مدح كيها شيء عبد القادر بوب أنت أسكتب إذنك وكسوق قاتي وصد أنتي فائده يعلمي ينور يا بركة ما سنتين إله سبحانه وتعالى رمانتي أنا نجود أقبله موضوع عن كهلا يوحويا الاستقامة تصنانتا موضوع التصنانتو وموضوع آد بلارن وآد مهم وآد أوهي قفك مسلم كأهنا لو غبا هيا هاي إن أمر والبك فكره سيدي وكتصنان لها لأنه سيدا أن قدالك شيكي دونه نلوشيس الدنيا نلوشيس الدنيا وناقين وحيكو جرتا تصنانتا سيدو كالبت بادادا نلاش آخرنا وحي كوجرتا تصنانتا تصنانتا ما حيتها هي مرك علماء الإسلام ك مرك يفسرها هيان معاني دورة أي كوشيغان أو مرك ليسكو أروريو يسكو معنى قادنا وحكمت معاني دا أن دورتي كلام كالحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وحليها الاستقامة كناية عن التمسك بالأمر فعلا وتركا حال قوضا تصنانتا وحال قوضا أرنك إن لقردك أرنك إلهي سبحانه وتعالى إي أمر كيسا متك فعل كأباها وإلهي أمر إلا سميانا إلا سميو كان أباها إلا قدتك وإلهي سبحانه وتعالى أوفرينا وإلهي سبحانه وتعالى أوفرين إلا قدتكنا إلا قدتك أيوليه سيدا هدي لي راهدو استقامة وحي نقول إسامرك دين تأوضن الإمام رجب رحمه الله وحليه وسلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك توصنانته وحليه وإلا قادو ودد توصن
oo diinka toosan ah oo aan laga leexanin midigna looga leexanin bidixna looga leexanin. Taasi waxay ka dhigan tahay ayuu leeyahay in lala yimaado waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu addoonka faray oo taacaadka ah kulligeeda, kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba, sidoo kale in laga tago waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu reebay oo xumaanta ah, kuwooda muuqda iyo kuwooda qarsoonba. Sidaa marka la yidhaahdo, marka waxaad ka dhadhaminaysaa halkaas istiqaamadu inay shamlinayso oo ay soo koobayso nolosha oo dhan, liannahu waxaa soo galaysa caqaa'idii in ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidkiisa lala yimaado, in cibaadada loo baraxtiro oo aan cidna lagula shirki yeelin lanana wadaajinin ayaa soo galaysa. Walidaalika asidiiq raxiim radi allaahu canhu abu bakr marka la weydiiyey istiqaamadu maxay tahay, wuxuu ku fasiray tawxiidka, wuxuu leeyahay allaa tushrika billaahi shay-an, toosnaan haddaad rabtid waa inaadan ilaahay subxaanahu watacaala cid kale la wadaajinin cibaadadiisa. marka waxaa kaloo soo galaayo cibaadadoo dhan oo micnaheedu uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala keligiisa in la caabudo, weli loo caabudo sida nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid, an tacbuda allaha bimaa sharac, ilaahay subxaanahu watacaala inaad u caabudid sida uu kuu amray, sida uu noo amray waxaan ka baranay nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam. marka meesha waxaa ka baxaya in qofka uusan diinta islaamka wax ku soo darin oo uusan bidco la imaanin waxay ka mid tahay istiqaamada. waxaa ka mid ah oo istiqaamadu ay keensanaysaa jaanibka loo yaqaano aljaanibu alakhlaaqi aw aljaanibu asuluuki, dhaqanka iyo dabeecadda iyo mucaamalaadka lafteeda way soo galaysaa, oo istiqaamada ayay ka mid tahay axaadiis dhowra oo micnahaas faa'iideynayana way inoo imaan doonaan. waxaa ka mid ah mathalan xadiidka Anas oo alimaamu axmed uu soo saaray, sanadkiisana uu xasan yahay, nabiga wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanuh walaa yadkhulu rajulun iljanna laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah, qofka iimaankiisu ma tooso ilaa qalbigiisa uu ka tooso, qalbigiisana ma tooso ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa carabkiisa uu ka tooso, qof jannada ma gala ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam deriskiisa uusan ka nabadgelin dhibaatadiisa iyo sharkiisa. marka toosnaantu waxay keensanaysaa qofka dabiicaddiisa inay noqoto dabiicad wanaagsan oo dadka muslimiinta ah iyo kuwa aan muslimiinta ahayn ay sharkiisa ka badbaadaan, ugu yaraan haddii uusan wax taraynin. marka istiqaamadu haddii aan nidhi waxay shamlisanaysaa oo ay soo urursanaysaa cibaadaadka oo dhan in lala yimaado, xumaha oo dhanna in laga tago. cibaadaadka waxaa laga sameeyaa qalbiga iyo jawaarixda xubnaha jirka. marka toosnaantu waxaa laasima qofka muslimka ah qalbigiisa inuu tooso, waa midda xadiiska uu tilmaamayo, sidoo kale jawaarixdiisa iyo xubnihiisa inay toosaan waa laasim si toosnaantu ay ugu toosto. walidaalika xadiidka abi saciid nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ida asbaxa ibnu aadam fa ina acdaa'ahu tukafiru lisaan, qofka haddii uu waabaristo xubnihiisii oo dhan waxay u khuduucayaan oo ay raacsan yihiin carabka. markaasay waxay ku leeyihiin ittaqi illaha fiinaa fa innamaa naxnu bik, ilaahay ka cabso oo annaga dhexdeenna ilaahay nooga cabso, annagu adigunbaa wax ku nahay, carabka lala hadli, xubnaha kalaa la hadlaayo. markaasay waxay leeyihiin fa innaka in istaqamta istaqamnaa wa in icwajajta cwajajnaa, carabka haddaad tahay haddaad toosto oo aada waddadii ilaahay subxaanahu watacaala uu rabay ku toosto, annagana waan toosaynaa, haddii aad leexato oo waddadii ka leexatana annagana waan leexanaynaa. xadiiskaas waxaa laga faa'iidaysanayaa marka
توسنانتو سيدا قلبي جبا أي لازم تهي أدونك إنو كتوسو حبنه سنة إنو توسيو هو إله سبحانه وتعالى وددي سكتوسيو ولا جمارمان أو مهم توسنانتا نوع سوكالتا بوسكا أي كجوكتو دين الإسلام بمحيطها إله سبحانه وتعالى يا نبي يسوع عليه الصلاة والسلام بوسكا أي لجين قيمي أي سيين هذا سوق هذا النوع قد بدور أو موجنية أهمية أي لذا استقامة يبوسك أي كجوك تدين تإسلام كوحكمة إنه إله سبحانه وتعالى أو فري أدم مدي سوى ونعكسن إنه يتوسان وحدنا أوقاتا إله سبحانه وتعالى هدي أرن أدم مدي سفر أرن كاسي وأرن إله سبحانه وتعالى أجعلها وإلا وحسن جعلني إله سبحانه وتعالى أدم مدي سمفر إلهي وعليه هاي أصدقوا الله الله يا مؤمنين تا فاستقيموا إليه واستغفروه إلهي سبحانه وتعالى أتوصنا هذا ودم دافو يديستا مرك أمر كاس إلهي سبحانه وتعالى أتوصنا أنت ذات كفر أيوح موجنيس أهمية أي لا ذا هاي توصنانتو مؤمنين تكلية مايا مؤمنين تكلية مية لفري توصنانتا مايا نبينا إلهي سبحانه وتعالى يرسوشيس إلهي وحو فرأينا يتوسان مركا الله الله نبي الله موسى يا ولالكي سهارون إلهي وحو كيري قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون دعا ذي نوال أقبلي أو أهيت إن عذو جيني فرعون أهالها لاغو محالا إذن كرر مركا توسنا هذا إلهي سديبا أو جدك سكتوس نادا ذاتك أن وح أقوانين وذات الله راعنا مركا لبا النبي والنبي ذا إلهي كمد أيا وحال لفري إني توسان تازين وحي دليل أتهي أهمية ذا إيو قيمي أي لا ذا هي توسنانتو بل نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا وحال لفري إنو توس فاستقم كما أمرت ومن تاب معك سيدا لغو أمري وتوس أيا لو يري النبي عليه الصلاة والسلام آيات كلا سورة عين سين قاف سورة الشورى إلهي وحي كل النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت سو موجدا وأمر قفك الله الله يقول أمر يقول لي يا توس والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كأني جاي هذا وكسي حجرنا علماء الإسلام وحي لي النبي واتوسيه هاي وحلو يري توس توسنانتا توسنتا هاي كدل سجنو هو إله سبحانه وتعالى كجسه أي الله جودا وحين أمر أتهي إن دتك متبوعين تيسا أي مدي ساعة مركا أرني ما صورنا وحي دليل أتهي أهمية دا أي لا ذا هي استقامة دا يبوزك إله سبحانه وتعالى أوديجي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مركا وفسر أي آيات سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وحليه هي قرآنك إلهي كمجرته وإلهي سبحانه وتعالى قرآنك سوطنك مسود جينين آيات كأذك وكعلس نبي عليه الصلاة والسلام إلهي كمسود جين أيوليه آياتها وإلهي سبحانه وتعالى نبي سأول خطابه ولذلك لأنه آياته وحيله ذاهي فاستقم كما أمرت سيدا له أمري أطوس يعني هذا حويان هبيرات وح قلد هبيرات وح لا حشاء هلا إيمانه سدي لغو أمري 100% بقول كي بقول أتوس ويأذكتها هاي مرك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحابة مرك يويديين نبي الله وحان أرقنا إن أي كوسو دكتي إن شابك أو كوسو دكتي يعرضوا سيو حجران نبي محمد عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها وحاي عري سورة هود إيو ولا له إذا سورة ذها لمتك إلهي سبحانه وتعالى وكو أمري آيادا أيا كمد ولو يرسدي لغو أمري أتوس حديث النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وكو أمري مؤمنين تيني توسان لور حديث الدان كسو قال الله حكمد حديث كأبي هريرة المتفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحليه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا
بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة وحلي نبي عليه الصلاة والسلام دين كني وفدوديه دين كإله سبحانه وتعالى وفدوديه وإلهي أدوم ديسا وحو ليس أو مشاق أدوش ورميه عدنا إسكمات كيس دين إلا دين كأياك غالب نغنائه محال نقولت لنيسا نبي عليه الصلاة والسلام نبي حلي عليه الصلاة والسلام فسددوا توصن هذا توصن هذا معنى هذا وحويا وحا ليذين أمري سيد ليذين أمري ولي ماذا وحا ليذين كرمانا سيد ليذين كرمي أغهرا ويأذكت هيميا نبي وحويري وقاربه لنويستا هدي أدقاري ويسي أمر كسيد لغو أمري إن أتسميسو وحقوله سميه سيد أسأيو لي نبي عليه الصلاة والسلام كذب لتلا أيو بحيي oo gaarsiin kara adoonka muslimka inuu gaaro darajada sadaadka ama toosnaanta wuxuu yiri kaalmeysta galabka iyo subaxa iyo habeenka qaar ka mid ah marka nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu faray adoomada muslimiinta ah dadka muslimiinta wuxuu faray inay toosaan hadiiska thawban al-imam ibn majah soo saaray al-imam al-albani ma uleeyahe waa sahih nabiga wuxuu leeyahay kaleey salaatu wasalaam istaqimu toosnaada وأمر صوما تصنع أيو لي نبي عليه الصلاة والسلام وحر رعي مرك ولن تحصو مكو بكرتان سيد الله إذين أمري وما تصنع كرتان أيو كرد سيد الوهد أحمد أي موجين يسو نبي عليه استقيم ولن تطيقو ولن تحصو علماء قار وحي كوفا سيران هدا توستان وحي مراء أو فوائد oo ajir ah iyo thawaab oo aad ka helaysaan toosnaantaasi ma soo koobi kartaan sidaas ay ku fasiraan culimada qaar xadiiska abi umama nabiga wuxuu ku leeyahay alayhi salaatu wasalaam nimaaja soo saaray istaqimu wa ni'ma in istaqamtum toosnaada haddaad toostaan ayaa idiin fiican oo wanaagsan marka nabiga alayhi salaatu wasalaam dhowrka xadiisba wuxuu ku amray muslimiinta inay toosaan waxaa ka mid ah waxyaabaha muujinaya muhiimadda ay leedahay istiqaamada نبي عليه الصلاة والسلام إنو صحابتي سدد كمد رك كمد أه وقدر دار مين يتوسان حديثك عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام الحاكم بن حبان يسوع سهرين حديثك هو صحيح وحليه معاذ بن الجبل رضي الله عنه أيه وحور بين سفر آل فكاسو النبي يمد عليه الصلاة والسلام وحكيري إيدر دارا نبي وحكيري إلهي عابد كل إيسا عدنا وحوه دار وحكيري إي يدر نبي وحو كيري هداد حمان سميسو وانا كدب جي وحو كيري نبي الله زدني نبي وحو كيري استقم وليحسن خلقك توصنو دبي عدا دونا ها ها جسناتو ودبي عد في عن لهاو لكن نبي عليه الصلاة والسلام در دارا كمعادو سيي وحويا انو توصو وحونا ارعيي ان دبي عديسو اي واناك سناتو وحي دليل تايمركا هذا الكأنسو شاقنا يوها توصنات قلبك هي عبادة كلية ما أهنى قفك دبي عدي سئني هجاكتو وحي كم التهي من لوازم الاستقامة حديث كسفيان بن عبد الله الثقفي الإمام مسلم وصوص عري نيكا صحابي قال النبي قويمد عليه الصلاة والسلام وحكيري قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك هذا الإيش يا إسلام قال حديثا أن قفك لا النبي محمد أهين أنا ودينين هذا الكوبن oo islaamnimada dhan in soo ururinaysa ii sheegay ku yiri nabiga kaleey salaatu salaam nabigu wuxuu ku yiri waqad uu diya jawami' al-kalim qul aamantu billahi thumma istaqim ilaahi an rumayde oo i'tiqaadan urumay ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ilaaha haqqa ah ee kaliyiisa cibaadada mudan uu yahay kadibna hadalkaas aad sheegtay ka run sheego ku toosno diinta ilaahi subhanahu wa ta'ala marka waa waxyaabaha muujinaya أهمية الاستقامة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام دار دارا أيوسي وحكمت وحيابها موجينا استقامة أي مهم تهي صلاة دا وحانا لغو فري إن كبدا تدوي طوان غور هدي لغو دارو صلاة دا فرضك أكوا سنوين كهدي لغو دارو وحانا لغو فري إن تاسو غور إله سبحانه وتعالى إنا ويدي سنو أو أن أغو تضرعنا إنو ودد توسن أنو هنونيو إهدينا الصراط المستقيم صلاة ركعات كست لحد هذا فاتحدا إن على أخر السوء لازم إهدينا الصراط المستقيم إلى أخر السنة وواجب
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu taas u yeelay waxay muujinaysaa ahmiyadda iyo mansilada ay leedahay istiqaamadu. Nabiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ah allaahuma hdinii wasadidnii, ilaahayow i hanuuni oo i toosi, allaahuma inii as'aluka alhuda wassadaad, xadiiska alimaam muslim ayaa soo saaray. Cali radia allahu canhu wuxuu kula taliyey oo ula dardaarmay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisto oo uu ku ducaysto allaahuma hdinii wasadidnii. Cali ayuu u dardaarmay nabiga calayhi isalaatu wasalaam inuu ducadaas ku ducaysto. Waxay daliil u tahay marka manzilada ay ka joogto istiqaamadu diinta islaamka iyo qofka muslimka ah in uu u baahan yahay inuu saa u fahmo oo uu culayskeeda dareensanaado iyo qiimiga ay leedahay. Kadibna waxyaabahaasi waxay noqon doontaa waxyaabaha ku caawinaya inuu tooso. Waxaa ka mid ah waxyaabaha muujinaya ahmiyadda iyo manzilada iyo makaanada istiqaamada, waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu thamara oga dhigay iyo abaal. Micnaha abaalka istiqaamada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonka toose uu u abaalinayo, haddaad aragto adduun iyo aakhiro waxaad fahmaysaa muhiimadda ay leedahay istiqaamadu. Waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka toosa wuxuu ugu deeqayaa xasilooni qalbiga ah iyo raaxo nafsiga ah. Qofka haddii uu toosan yahay oo dada ilaahay uu ku toosan yahay, welwel iyo walbahaar agtiisa ma yaallo, liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa ayaa garabkiisa ah, siduu hadaa sheekh cabduqaadir uu sheegay jazaahu llahu khayra. Waxaana daliil u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in alladiina qaaluu rabbuna allahu thuma istaqaamuu, kuwa yidhaahda ilaahay ayaa rabbigeenna ah kadibna toosa, tatanazalu calayhim lmalaa'ika, malaa'igta ayaa kusoo degayso. Malaa'igtana waxaa la socota mar walba sakiino iyo xasilooni, iyo qofka muslimka ah inuusan walbahaar iyo uusan wadanin wax xusni ah. Sidaa darteed waxa weeyaan qofka haddii uu tooso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu abaalinayaa tumaaniinatu lqalb. Waxaa ka mid a qofka muslimka ah haddii uu tooso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaaliyo inuu ku dhaco macaasida iyo waxyaaba aan fiicnayn ee anshaxa wanaagsan ka hor imaanaya. Sidoo kale in uu ka takaasulo oo uu ka cajiso cibaadada ilaahay iyo waxyaabaha un wanaagsan uu ka nabadgalayaa. Naxnu awliyaaukum ayay leeyihin malaa'igtu, annagaa awliyadiinna ah, annagaa garab idiin ah. Haddii uu malag iyo malaa'ig ay garab kuu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu soo diray, ayaga camal kastoo wanaagsan oo aad qaban rabto ayagaa kuu fudaynaayo oo garab kugu ah. Camal kastoo xun iyo dhaqan kastoo aan wanaagsanaynna ayagaa ku hor istaagaayo, liannahu garab ayay ku yihiin. Waxaa ka mid ah qofka muslimka adduun iyo aakhiro inuu gaaro manzilo sare iyo darajooyin aada u sarsareeya adduunka iyo aakhirada. Xadiiska cabdullaahi ibni camr alimaamu axmed iyo tabaraani ay soo saareen, xadiidkuna waa xasan. Nabiga wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, xadiiska aada ayuu dheer yahay laakiin maxalu shaahidka wuxuu leeyahay, ina almuslima almusaddada layudriku darajata asawaami alqawaami biaayaati illah, qofka muslimka ah ee toosan darajo wuxuu gaarahayaa dadka sooman ee aan afurin ay gaaraan, iyo dadka habeenkii oo dhan ilaahay u taagan oo salaatuleyl tukanaya. Waxaad ku gaaraysaa inaad toosto adduunkana. Haddaad toosantaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ku gaarsiinayaa darajooyin sarsareeya iyo manzilo aada u weyn oo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel, iyo addoommadiisa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda wuxuu gelinayaa inay ku jeclaadaan. Xadiiskii abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay, wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba, addoonkayga kama zuulaayo inuu igu soo dhowaado waxyaabaha sunnooyinka ilaa aan ka jeclaado. Hadduu ilaahay ku jeclaadana Jibriil ayaa la dhihi jeclow, dadka samada joogaa la dhihi jeclaada malaa'igta. Kadibna nabiga wuxuu yidhi, thuma yuudacu lahu alqabuulu fi lard, addoonka ama addoommada dhulka jooga ayaa qalbigooda waxaa la gelinahayaa jacaylkaaga. Qof aan weligaa ku arkin ayaa iska kaa jeclaanayo, wuxuu ku dhihi niyow waan jeclahay qofkaan. Maxaad u jeceshahay haddii la yidhaahdo sabab muqnic ah oo lagu qanci karo ma sheegi karo, malaa'igtaydaa ka heshay sida ay u dhahaan shaydaankaygaa nacay, soo maaha?
midkaas shaydaankaagu uu nacay ilaahaa nacay, markaasaa qalbiga waxaa la gelinayaa in la naco. Kanna ilaahay qalbigiisa wuxuu gelinayaa qofkan ku jecel inuu ku jeclaado, liannahu quluubtu gacanta ilaahay subxaanahu watacaala ay ku jirtaa. Marka waxyaabahaasoo dhan waa fawaa'ida iyo thamaraadka qofka muslimka uu ka helayo istiqaamada iyo toosnaanta. Waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala qofka inuu siiyo nolol wanaagsan, sheekh saciidaa ka hadli doona insha allahu tacaala. Laakiin waxaan ka hadlaynaa ilaahay wuxuu siinayaa risqi waasic ah, risqi waasic ayuu siinayaa. Risqi waasic ah haddii la yiraahdo lagama wado lacag keliya. Culimada islaamku waxay leeyihiin risqigu waa ka ballaaran yahay in lagu soo koobo lacagta keliya. Quruxdu waxay ka mid tahay risqi, hadduu ilaahay qurux ku siiyo oo aad qurxoon tahay waxay ka mid tahay risqi. Xaaska qurxoon ama ninka qurxoon wuxuu ka mid yahay risqiga. Bashaashnimada iyo dabeecadda wanaagsan iyo inaadan wejicabuus ahayn oo mar walba wejigaagu uu furan yahay, dadka muslimiintu ay kugu farxaan markay ku arkaan, risqi uu ka mid yahay. Wajaahada iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala jaha ku siiyo waxay ka mid tahay risqiga. Caruurtu waxay ka mid tahay risqiga. Wax kastoo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu uu ku siiyo risqiga ayuu ka mid yahay. Wax kastoo xun oo laga reebo oo musiibo ahna waxay ka mid tahay risqiga. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa law istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan gadaqa, haddii ay ku toosi lahaayeen wadada toosan waxaan ka waraabin lahayn biyo aada u fara badan. Ibnu Jariir Tabari wuxuu leeyahay ay la wasacnaa calayhim fi rizqi wabasatnaahum fi dunya, adduunkana waan u ballaarin lahayn risqi waasic ahna waan siin lahayn ayuu leeyahay. Waxaa ka mid ah sidaan soo shaarnay in malaa'igtu ay ugu bishaaraynayso xasilooni iyo inaysan ka murgin wixii ay ka soo tageen, oo walbahaar uusan ka qabanin waxa u soo socda. Ilaahay wuxuu leeyahay tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu, malaa'igta waxay leedahay ha cabsanina. Maxaydan ka cabsanaynin? Mustaqbalka ha ka cabsanina, waxa idiin soo socdo waa wax wanaagsan, waa janno iyo ridwaan ilaahay, raalliyaansha ilaahay subxaanahu watacaala iyo naciim joogto ah. Walaa taxzanuu, wixii aad ka soo tagteen ee adduun ah, haddii aad caruur ka soo tagtay, haddii aad xaasas ka soo tagtay, haddii aad hanti ka soo tagtay, waxbaha ka welwelina ayay leeyihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ilaalinaya. Marka mustaqbalkaaga iyo noloshaada hadda aad joogto iyo tii aad ka timid intaba wax walbahaar ah ama qoomama ah ama maxaan ku yidhaahdaa murugo ah, haddii aad toosto ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaa ilaalinayaa. Waxaa ka mid ah fawaa'idda aadka u waaweyn ee qofka muslimka uu ka faa'iidaysanayo istiqaamada siraadka marka la tago aakhiro, oo runtii ah meelaha ugu adag iyo mawaaqifta ugu adag ee qiyaamaha la mari doona. Al-Imaam Ibnul Qayyim raximahullah kitaabkiisa Madaariju Saalikiin wuxuu isbarbar dhigayaa as-siraatu al-mustaqiim fi dunya, oo siraad macnawi ah, iyo as-siraatu al-mawduu calaa jahannam oo xisi ah. Wuxuu leeyahay siraadkan ilaahay adduunka ah oo mar walba ku duceysan inuu ihdina siraat al-mustaqiim ku hayno, qofkii ku toosa oo sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu rabo ugu toosa, kaas wuu ku toosayaa. Haddii aad ka leexatana, kaasna inta aad adduunka markaad joogtay ka leexatay in la mid ah ayaad ka leexanaysa ayuu leeyahay. Marka waxay tagaysaa marmarka qaar haddii aad aada uga leexatay, walciyaadu billaah, adduunka markaad joogtay inaad jahannamo ku dhacdid ayay keensanaysaa. Marka haddii aad toosto awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala sidii la rabay oo la timaado nawaahida ilaahayna subxaanahu watacaala sidii la rabay aada uga tagto, waxay u horseedaysaa berito siraadka inaad ku toosto oo aad si nabada u gudubto oo aad jannada ilaahay subxaanahu watacaala u gasho. Waxaa ka mid ah oo ugu dambeeya insha allahu tacaala qofka yoolka ugu dambeeya inuu gaaro, siduu haddaa sheekha sheegay, yoolka ugu dambeeya qof kasto muslima yoolkiisu waa inuu ku guuleysto jannada ilaahay subxaanahu watacaala, waa inuu ka badbaado naarta. faman zuxsixa cani annaari wadkhila aljannata faqad faas, liibaanta ugu weyn waa midda iyada ah, liannahu haddaad jannada gasho wax kale oo dhibaato ama rafaad ama dhib a oo la kulmayso ma lahan. waxaa daliil u ah aayadda ilaahay subxaanahu watacaala suuratu alaxqaaf uu kuu sheegay
إلهي وحليها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دتك إلهي رمي أو توصي عبسي دشوا لما أهانين يمرغو كواسي وكوا جنة إلهي سبحانه وتعالى متستا يوليها إلهي سبحانه وتعالى نبي قال وحليها حديث كرفاعة الجهني وحلي النبي عليه الصلاة والسلام أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه ثم سدد إلا سلك به إلى الجنة إيمانك هذه اللي قاله يتوصنانت وحمرقاتك عايولي النبي عليه الصلاة والسلام إن جنة لبوها نوني مركا فوائد صوتا هي ثمراتك صوتا الدنيا آخر وحيموجين إستا أهمية إلا ذهي استقامة استقامة نوع سوى كالتاه وحانو ملينا يقف البونغ مدأه وربا إن أوتوصناده وجعل يهي سيدي لور ربا إن أوتوصناده لكن وقت أو كوبان درتي شي عبد الرحمن وحانك عدسنا إنو شن دقيقة ويقدره وحان شيغينا وسائشة يوحيابها قفك كعاوين كره إن أوتوصن وحاكم مدأه توفيق ذا إلهي كدب هرطة إنو إلهي هو فجيء يا مهمة هدو إلهي هو توصيه هنا توسطه وتوسيسا لكن وحكم إذا وحيابها نبي قوي الشيخ عليه الصلاة والسلام أيضا قرآن كنا الشيخين قف كينو بدي استغفارته أيضا سورة فصلت إلهي مركو يري توسا وحكو حجي فاستقيموا إليه واستغفروه إلهي دم بداف ويديستا مركا توسنانتا وحكو عاوين كرا دم بداف كا إنا إلهي دم بداف ويديسي بديسي وحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى إنا ويديسته إنو كتوسيو وأدعى بديسه نبي قوان صومر عليه الصلاة والسلام إنه كدعى سنجري وحكى له صومر إنه بري إن علي رضي الله عنه إنه دعى نوع سوك لا تأكد عيسه سورة الفاتحة وكجر تأهدين الصراط المستقيم وحكم يقف كمسلم كأه إنه علمي شرع أو برتو لأنه هذا العلم يقول ما بك لجرن يسد محات وصنانا محات الدنانا علمي آيات كجرن كرتا وحني ووحت وصن علمي شرع آيات كجرن كرتا وحني ووحت وصن أما واحد وصل معها ولذلك مركز كشيخ أو فريج جزاه الله خيرا ووسيلة كم إذا وسائش علم شرع على جبرته إلا جفا إذا استه ومهم لأنه حيكون عاون إسا استقامه استقامة إنه حيقول رسالة سينا جنة إله سبحانه وتعالى كقولي ستي وحكم إذا ذكر وأنا سينا لا سحب تيت ولا لي قبلها ولا لي قبل مركان لي قبلها ولا الشيء إلا سحبا ميا لا أفهم كلامك. كو دلمي سميي هاو إيلانين كو نفطو دلمي دتك حن حن كفغو يا لغا ودا ايدا كلي ولا تتبع اهواء الذين ولا تتبع اهواءهم هاو دولا راعي مركا دتك وان وناغسن اناد لا صاحبته وحي كوغو عاونيسا استقامه سدا لا ربي اناد كو توستو اي كو عاونيسا سلف كنا عاد اي اوغو دادال جيرين سلف كاميدا وحو ليهي محمد بن واسع ان لا دو وداد اه او عابد هدا اركو وحو ليهي أسبوع لن أيان وحان أولا هانا يا عبادة نشاط وأركتك ليه إنو لفريستي معه مركا دادك ونواناكسن لساحيب كودو وحيكو عاوين إيسا عبادة إلهي إناد سميسو وأتكو داداشو حماهن إناد كفقاتو وحاكم إذا قرآن كآخر سكيسا إناد بديسو إناد حفدسو إناد معنيه سبرتو إناد كو عمل فشو إنا تدبرتو وحيابها صورا ووحيابها كينا يو استقامة هذا إنا يكررو أما أي بذاتو إلهي وحولي يهمركو كهذا القرآن إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم هذا دون يسو إنا توستو قرآن كأياكو غفلا آيات ذكر وحولي إلهي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كوحوكوها نونيها يقفك مدى توصا ودى توصا مدى أقود توصا ولبا نرشع الدنيا يا مدى آخرة وحكم إذا قفك مسلم كأينو إخلاص لي ماذا أو توصنان تو أي كتها يدر إلهي فأقم وجهك للدين حنيفا إلهي وحليه فاستقيموا إليه إلهي درتيسا وتوصل وحكم إذا مثلا قفك إنو كد ذا لطاعاتك
طاعتك إلى إنه كده داله أو إسكت حلوجيو أو أوسن إسكفر السنين أسقى أوله وانتوسي إن شاء الله وانتوسي ما توسي ما تقعدي دو تكتد ما تقعدي دو صندد ما تقعدي دو صدقة بحدد ما تقعدي دو وناقدتك أشتت. ولذلك لو هذا حديث أن سوق هذا حديث كثوبان نبي مركو يري توصى وكح جي واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لبعض الرواد مهم أيوش يا صلاة يوي سدا حديث كأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مركو يري فسددوا وقاربوا وأبشروا وحو يري وحات كالميستان صبح أي قلبك يا هبين كقيبتي سدم به على قول العبادة كنت ذالة الجزاء من جنس العمل مركا توستو ومبو إلهي كتوسين آية لكن هذا اسكت جيفتو المال اسكفر ديدو عقلك حتى وديدا يا إنا توست مركا توسنا هذا ربتد وحاد سميسا عبادة إلهي سبحانه وتعالى كنت ذال وحا أقود دم بيه توسنا انت قفك هكا قادن كرينو إلهي توسيو الدعوة إلى دودا إلى ذلك ويرتو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناها سي أيضا سورة فصلت إلهي مركو كسو هذا لي إن الذين قالوا ربنا الله أيضا كوحكت وحيا هيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا سيدو كلا أيضا سورة هود إله سبحانه وتعالى وعقوقة ما فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض مركدتك فساد كريبة حمها ريبة ودتك كريبة ونلقى إلهي سبحانه وتعالى ذلك تصعفرة إلهي سبحانه وتعالى وحبه أبا البداية إن أي توسان مركبة وسائشة ومهم سن يقفك مسلم كإلهي سبحانه وتعالى وكسينا يو توسنانتا مركا إن شاء الله تعالى نفتي ذي نفتي إنه حمدر دار مايا إن أن توسنانا وأن ودد إلهي سبحانه وتعالى كدقنا أن إسك إلى لأنه وحكسة أو سبب أنه قنكرة وقتك أو كوبان درتي وحيابها كهر إيمانك رقفك إنه توصل وأي كم تهي شهواتك هي شبهاتك وحيابها نفق إجعيشها أو معاصدة هي شبهاتك وأيها عندما بآدو صوبرتي وآدو صوبرتي خاصة سوشيال ميديا آدو صوبرتي وحذرك إذا داد ملحدين وحذرك إذا داد علمانيين وعقلانيين أو دن توضو أي تهي وحيو تغيين أي دينة إله سبحانه وتعالى كالي حيان توصنات أيها خلدان إلهي سبحانه وتعالى وحوي دي سنينا إنو نتوسيو إنو نقول توسيو ودد حقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.